مثل ما وصلنا لآخر فقرة بصباحنا غير وإلى مساحتنا الأخيرة، رح نتعرف فيها على مرض شائع كثير بين الأطفال وأيضا بين كبار العمر نتيجة مرض معين، اضطراب في اللغة ناتج عن إصابة للدماغ، حيث تشتمل على خلل في فهم الكلمات المنطوقة وصعوبة في ترتيب العناصر المتسلسلة للغة، إضافة إلى صعوبة في ترتيب نحوي صحيح، وأيضا مشاكل في الفهم والتعبير. ولنعرف العلاج وشو هي الخطوات يلي لازم نتبعها، أكيد بيسعدنا نرحب بولاء الحسن، أختصاصية علاج نطق وتقويم الكلام. يسعد صباحك، أهلا وسهلا صباحك فيكي ولاء. صباحك صباح يسعد الخير. سعد صباحك، أهلا وسهلا فيكي. صباحك. خلينا نبلش ونحكي أكثر عن التوصيف العلمي للحبسة الكلامية، شو المقصود فيها ومين اللي بينصاب أكثر تمام. عرضة للإصابة فيها؟ طيب بالنسبة للحبسة الكلامية أو نحن بنسميها الأفازيا، تمام، هي خلل أو قصور في الفهم اللغوي أو في التعبير اللغوي، أو ممكن نشوفهم مع بعضهم مترافقين. طبعا هنا لها عدة أسباب حنحكي عنها. نحن فينا نقول لها أنواع، عنا الحبسة الطليقة والحبسة الغير طليقة. لما بنحكي عن الحبسة الطليقة هو بيكون هون عنا الإصابة بمنطقة فيرنيكا اللي هي مسؤولة عن استيعاب الكلام. نحن بنشوف إنه في عنا الحبسة على مثل ما قلنا نوعها طليقة، هو بيكون بيفهم، بيكون عنده مشكلة بالفهم ولكن هو بيحكي وبيعبر، بس ممكن يكون مثل ما قلنا عندنا خلل بالقواعد اللغويه للكلام، نشوف حتى عباراته غير مترابطه. هي لانه مثل ما قلنا عندنا بتكون مشكله على مستوى فيرنيكا. اما في الحبسه الغير طليقه هي بروكا، هون بيكون الشخص قادر يفهم اللغه تمام ولكن غير قادر على انتاجها. فهون بيجي نحن عندنا تدخل بالعلاج. العلاج بالنسبه للحبسه الغير طليقه هي بيكون عن طريق التنغيم، اما طبعا هي جلسات علاجيه خاصه باخصائيين تقويم الكلام واللغه. عندنا الحبسه الطليقه بيكون هون العلاج التركيز على الاستيعاب والذاكره السمعيه، هون بنركز باهدافنا العلاجيه على هذا الموضوع، لانه مثل ما قلنا بالحبسه الطليقه هو قادر على انه يحكي ولكن عنده مشكله بفهم اللغه المنطوقه، وبنفس الوقت انه ما بيقدر يفهم الكلمات اللي مكتوبه حتى من ناحيه النصوص المكتوبه، هون بيكون عنده فيها خلل. اما مثل ما قلنا على مستوى بروكا فهو بيكون بفهم الكلام جيد ولكن بانتاجه صعوبه، وحتى بصعوبه بالكتابه والتعبير عن طريق الكتابه. إذا بدنا نحكي عن الأسباب، شو الأسباب اليوم نحن بنشوفها وشو الأعمار ومين هن الحالات؟ هلا احنا بنشوف هدول الأمراض اللي عندهم جلطات دماغية، بنشوف عندهم بتصير عندنا حبسة على مستوى إما بروكا أو فيرنيكا، تمام، إضافة كمان لإصابات دماغية مثل السقوط على الرأس، هاي الإصابات بتأثر كمان على مراكز إنتاج الكلام، بالإضافة للأورام، نحن بنشوف كمان اللي عندهم أورام أو مثلا عمليات جراحية اللي تأثرت فيها كمان مناطق اللغة. كمان نشوف مثلا مثل حالات التصلب اللويحي، مثل حالات يعني عندنا ازياد دماغيه بتجي، او مثلا انسداد كمان او تخثرات بمناطق اللغه، هي كلها نحن بنشوفها عم تتاثر، وممكن احيانا مثل ما قلنا تحدث فجاه، شخص ما كان في شيء تعرض لحادث سقوط او اي مشكله، فهو نحن بنشوف عنده صار في عنده جلطه دماغيه او غيرها او اصابه دماغيه وتاثرت عنده مناطق الكلام، مثل ما قلنا اما بنشوفها بالحكي او بنشوفها بالاستيعاب. حضرتك ذكرتي انه ممكن الاطفال وممكن اشخاص آخرين ينصابوا بالحبسة الكلامية، العلاج هو ذاته بيكون كونه إذا عم نحكي الطفل ممكن ما يكون عنده ذاكرة لغوية سابقا، تمام، بينما الكبير مثل ما قلنا. هلا نحن لما اليوم بصير نحن بتعرض الشخص لاصابه دماغيه تمام وشفنا تاثر عنده الكلام، فنحن دغري هون بيجي تقييم اول شيء الناحيه الطبيه بالاضافه لتقييم اخصائي النطق ليشوف التضرر وين اجى، على مناطق بروكا ولا فيرنيكا. مثل ما قلنا اذا عندنا مشكله بالاستيعاب تمام، فنحن معناتها اللي متضرر عنا هو فيرنيكا، فنحن الشغل على انه نركز على الذاكره وعلى الادراك السمعي لحتى الشخص يصير يفهم شو عم نحكي معه. وهون عاده بيكون هدول الاشخاص عندهم مشكله بالتسميع، يعني هو اليوم بيعرف انه هي كاسه سابقا قبل الاصابه، ولكن بعدين لما بيجي بده يسميها هو بدور وبلف حوالين المعنى، يعني ممكن يقول لك انه بدي اشرب او انه اللي بيشرب فيها، بس هو غير قادر يجيب المسمى. فهي هي نحن هون بيكون تركيزنا على انه نحن نعلم الشخص هذا يرجع كيف هو يستعيد الكلمات والمفردات. اما اذا كانت المنطقه المتضررة مثل ما قلنا هي بروكا هي إنتاج الكلام، فنحن بنيجي على علاج التنغيم هو الام اي تي تمام، هو هون بيكون هذا أسلوب كثير جيد للتعامل لتحفيز شق الدماغ الأيمن، لأنه هو في جانب التنغيم بالإضافة إن احنا جهة الإصابة على النص الأيسر من الدماغ هي في مناطق اللغة. عن طريق هذا الأسلوب من التدريب فهون نحن بنعمل عملية تحسين بين شقي الدماغ، في شيء اسمه المرونة العصبية اللي احنا بنشتغل عليها ضمن الجلسات العلاجية. طيب
طيب خلينا نميز بين الحبسة الكلامية اللي ممكن تصيب الأطفال والحبسة الكلامية اللي ممكن تصيب الكبار، شو السبب هون وشو السبب هون؟ ليش ممكن نشوفها؟ طبعاً. وأكيد في فرق بالتعامل. هلا بالنسبة لكبار السن نحن بنشوف مثل عنا بنسميها الأمراض العصبية اللي بتجي مع العمر مثل الباركنسون، تمام؟ بنشوف هدول الأشخاص عندهم متضررين من ناحية الكلام، بالإضافة مثل ما قلنا الجلطات بتحدث للكبار بالعمر، تخثرات الدم أحياناً إذا نحن في أورام كمان هي بتأثر. هلأ الأطفال بتكون مثلاً مثل ما أنه وقوع على الرأس إصابة، يكون طفل ما في شيء بس إجت الإصابة على المناطق المسؤولة على الكلام فتأثر عنده الموضوع النطق. بالإضافة مثلاً نحن ممكن نشوف أثناء تكوين الجنين داخل رحم الأم كمان ممكن يكون في أزياء دماغية، نقص الأكسجين ممكن تأثر. في عنا كمان الضمور الدماغي كمان ممكن يأثر على مناطق المسؤولة عن الكلام واللغة. وطبعاً نحن هون التأهيل والجلسات العلاجية مثل ما قلنا هي ما بتكون حسب شو العمر، بتكون هي حسب شو الإصابة وين جاية، يعني شو طريقة الحبسة اللي عندي شو نوعها، تمام؟ بتختلف العلاج بالشدة وبالعمر وبتختلف بالمكان الإصابة وين جاية. كونه كنا عم نحكي عن موضوع العلاج وذكرتي موضوع التنغيم، التنغيم لازم أخصائي هو أكيد. اللي مارسه ولا ممكن الأهل يساعدوا بهذا الموضوع والفترة الزمنية للشفاء؟ بالنسبة اليوم نحن لأي إصابة نحن دماغية بنقول فترة التأهيل هي بتكون مدتها 6 شهور، تمام؟ هي طويلة ونتائجها بتكون جيدة في حال صار تدخل، بدنا ناخذ كتير وقت لحتى نتحسن الشخص المصاب. في عنا أحيانا بيكون في شيء اسمه الشفاء التلقائي، بيكون لحاله هو الجسم ساعد حاله، بس هون لما بيكون ما فينا نترك هذا الموضوع لأنه لازم نتابع مع أخصائي نطق. بالنسبة لموضوع أنه العلاج بالتنغيم أكيد هو اللي بده يكون فيه هو أخصائي مهيأ ومرخص بهذا المجال، يعني اختصاص تقويم كلام ولغة، لأنه هي جلسات معنا عشوائية، هي عبارة عن مراحل ومراحل علاجية، وفعلا أثبتت كتير موضوع أنه تحسن على ناحية الكلام الأوتوماتيكي وكيف هو الشخص يصير يعبر عن احتياجاته. نعم. تمام. حتى نحن في عندنا من حالات الحبسات انه ممكن الشخص ما يعود يحسن يحكي ابدا، فنحن بنروح لبرامج بديله للتواصل مثل الاي اي سي، هي بتعتمد على منهج الصور انه هو الشخص يعبر عن احتياجاته عن طريق الصوره وغيره، تمام؟ او التاب او اي شيء انه هو يحسن يعبر. نعم. تمام. نصيحة أخيرة بتحبي توجهيها لكل الأشخاص اللي عم بيتابعونا ممكن يكون عندهم أحدى هاي الحالات اللي حكيتي عنها؟ أهم نصيحة نحن بنقدمها أنه نحن نكون محفزين للشخص يلي نحن مصاب عنا موجود إذا كان بالبيت، أنه نحن نساعده على أنه يسترجع الكلام، ومثل ما قلنا قد ما فينا أنه نحفز ما يستخدم أسلوب الإشارة، يستخدم التسمية، نساعده، تمام؟ ما نسهل عليه المهام لحتى نحفز عنده أنه هو يرجع يحكي. أهم شيء لما نحكي مع أي شخص مصاب نحكي بطريقة بسيطة سلسة ويعني يكون بطيئة لحتى هو يستوعب شو المطلوب منه. بالإضافة أنه نحن أكيد لازم نتابع مع أخصائي النطق، ما نترك لأن هي الحالات فعلاً عم تكون فيها حالات شفاء وعم تتحسن. نعم. يعني بختام حديثنا بدنا نشكرك كثير اليوم الاختصاصية ولاء الحسن لوجودك معنا ولكل المعلومات القيمة اللي قدمتي لنا إياها. شكراً لكم، شكراً لاستضافتكم. شكراً لك ولكل المعلومات اللي قدمتيها. شكراً لكم.